جوعين الابن النفيس يا خيب ما بالزمان ابو نضال لو طامع يطرب كل المسامع تاع تغمى على الواقع واحكي حكايات العربة انا ما فيش اي اكتراث نحكي حكايات الدورة قصة واثنين وثلاث كنسمعها للإخوة هي كأنك ناوي يا شاعر تضرب كل المشاعر على الماضي والحاضر بنطلب منك الألحان او نادي عرجالك نادي او نادي اهل المبادي كانت إلنا السيادي طول العمر والزمان وهذا الواقع المرير مثل الشر المستطير الواقع بدل تغيير نادوا عرجال الإيمان الصبر يا خي تصبر لا تعمل هنا عنتر الواقع ما بتغير لو تضرب راسك بالصوة أي والكفر علينا تمرد والظلم علينا تسيب كل الأم بتتوحد يا مين يقود الفرسان أو هالدنيا العشنا فيها ذبحتنا بلاويها حاميها حراميها حيتان صارع حيتان تحيا يا شعب تحيا من تونس لا تركيا هي هالثورة السورية رح تهزم الأمريكا أيوة الديني علمي دمشق ولا دبي والشبيحة السورية عنا ما إلها عنوان لو زنقا زنقا وبيتي بيت بركان الثورة هربيت تسقط كل الطواغيت ونعيد حكم القرآن بعد ما كنا بخنادق ألقينا للبنادق صرنا نعيش بفنادق على شواطئ لبنان أي قالوا لك بعد السلام بتصير العيش تمام كل شي غيل بهالأيام وثلثين الشاعب جاع أو بعد ما عشنا براخاء صارت العيش غالا نشتغل حتى المساء ثلثين الشاعب تعبان أو يا بدر لحد الفاصل بين الهدى والباطل جنود الحق تقاتل أما النصر من الرحمن المديني بعد الهجرة سكانا صارت أسرة من يثرب جاء بمصرة إلى نبينا العدنان أي فرسان الفروسيين في أرض القادسيين ساعد أقسم يا خي يطهر أرض إيران أو هي مصعب إيمن عمر ساب الذهب والحرير رضا عيشة الفقير والآجر أعلى الجنان أي إسروج خيول الجهاد هي يا زنكي يا عيمان من حلب لا باب الواد من بغداد إلى الجولان وابن دوعى صالح الدين تيرجع ماجد حطين نادوا رجال الميامين نادوا أهل الإيمان هي مأهوبار الحوافر صاهيل الخيل الطافر نادوا ببرص الظاهر حتى يخوض المعمعان أو يا قوطز الله يحييك يا أمير المماليك عن جالوت بتناديك بتنادي مثلك سلطان يا أبو حسن قل لي كيف رضينا بالحيفة منظر شطآنك حيفة بيبكي للقلب الولها أي منظر شطآنك عكا للقلب النازف بكا لما النابل يندكا إن هذا مروح خزرا هو يا ابن العاص احطاط احطاط شيد أسوار الفسطاط تندهلك أرض الرباط قرطا جابت نادي الآن وبنادو عيباك وسلجوق بلكن هالعربان تفوق كردستان تفك الطوق ونتلاقى بشعب الشيشان أو هالدار البحر بيموج لما تتمي لك الموج نادي على أخو عروج يدمر أسطول الطليان أو يا يوسف يا بنت شفين أمير المرابطين زلاقة لاقى الجيشين كان النصر على الإصبار هي من طنجة وجاب الطارق الجيش الجحف المارق قود السفن يا طارق واشعل فيها النيران أو يا طارق يا بن زياد اللي خليت السفن رامات كان يحث على الجهاد قبل يخوض المعمعان أو هي كسر الوحش الكاسر ما برهب ليث ضافر يا ربعي من عامر عود تيعود الزمان أو عقباب النافع عجاب جاب الصحراء والهضاب اتحدى عيسود الغاب تا يدخل القيروان أو يا هارون انت الهمام حجب عام وبخزب عام لينك فور بعث كلام أدب لي كلب الرومان معركة القصر
غصبا ديني إلى هذه رأبابي للجيوش الإسلامية ولمحمد بن عثمان. والله أكبر يا شمارين الإسلام قام، رح نسقط كل الأقسام ونعيد حكم الإيمان. ويا قيصر مين الذلوك في المعارك هزموك، خالد على نهر اليرموك عيم الشيع مرونا يا أولا. صدق دينك ما مان قاديم وعز وثابت، هيئوتون بتضحيات بتقدم أهل الإيمان. أي من غزي حتى جنين أي الشعب الصامدين لا زوريد السجاكين، بدنا كف من الإخوان. أي مهما جار ومهما صار بلاد بلاد الأعمار، عاصر فند العمار ولأبو حسن الألحى. عاصر فند والدينا عدير الأهالينا من حيفا ويافا والمينا لا غزي حتى بيسان. الله يعطيك العوافي هيهم بيجي مضيافي، بتسقط مثل القذافي إذا بتتحدى للإيمان. أو خليك دوما عالاستعداد بشهاد كل النقاد، صورنا يا أبو إياد خلي الصورة بالألوان. لا صار فند انت تشارك وتغني النغمي عالحارب، شكله كحسن مبارك راح يفك قيد السجان. أو شو رايك يا أبو عواد الشاعر عنده اشتهار، بتحدى بين النقاد وراح يطلع هو خسران. لا أبو عواد أحلى صورة سجل الكلمة المحضورة، حتى الدور المعمورة والدور جميع الأوطان. أو حسن اللي بتحبوه وصلت النعمان جدور، جابوا الشراب والقدور واستيرا يا إخوان.